تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة تحت عنوان العالم عالمين، حيث جذب المهرجان الجديد من نوع أنظار العالم لتلك البقعة الغالية من أرض الوطن بعد تطهيرها من الألغام. وتواصلت الفعاليات والمسابقات الفنية والرياضية خلال المهرجان منذ 13 من يوليو الماضي. والمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من العالمين الجديدة. رامي، صف لنا الأجواء اليوم مع تواصل مهرجان العالمين. تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة العالمين الجديدة، ووسط هذه الأجواء الممتعة والرائعة من فعاليات متنوعة مع استمرار أنشطة وأيضا الحفلات الموسيقية والتربية والغنائية لمهرجان العالم عالمين. هذا المهرجان الذي تجاوز 50 يوم من الفعاليات المتنوعة والأنشطة الكثيرة، ما بين أنشطة تثقيفية موسيقية ورياضية بمختلف الأماكن والمواقع. لو تحدثنا عن المنطقة التي أقف بها الآن وهو الممشى السياحي بمدينة العالمين الجديد، هذا الممشى الذي يتواجد به الآن العديد من المواطنين، وأصبح واجهة مهمة لكل المواطنين للقدوم إلى هذا الموقع. وعلى يسار الآن منطقة العالمين أرينا التي يقام بها عدد من الحفلات الغنائية، خاصة مع نهاية عطلة الأسبوع، وهذه هذا التوقيت الذي يعد من الاعتياد خلال أيام المهرجان بتواجد العديد من الحفلات وكبار من نجوم الطرب في مصر وأيضا العالم العربي. هذا التوقيت يزداد فيه عدد الإقبال على مدينة العالمين الجديدة من المواطنين. وإذا تحدثنا عن ارتفاع أيضا نسب الإشغالات في فنادق مدينة العالمين والتي تجاوزت 90% من الإشغالات، وأيضا هذه المدينة التي من خلال الترويج والتنوع في عدد من الفعاليات، سواء الفعاليات الخاصة بالأنشطة الرياضية التي أقيمت على مدار أيام المهرجان على رمال وشواطئ وأيضا السواحل الخاصة بمدينة العالمين الجديدة والمتنوعة، ما بين رياضة البادل وأيضا الكرة الشاطئية والترايثلون، السباق الثلاثي الأولمبي، والعديد والعديد من الفعاليات التي أقيمت، والتجديف أيضا في مياه العالمين، أهم ما بقي من العروض المائية وغيرها، جعل من هذه المدينة واجهة سياحية وأيضا مقصد لكل الزوار سواء من المصريين والعرب وغيرهم. رامي، أهم ما بقي من حفلات لكبار المطربين في إطار مهرجان العالمين. هناك العديد من الحفلات على مدار اليوم، هناك عدد من الحفلات لبعض المطربين سواء من مصر او ايضا من خارج مصر، وهناك العديد ايضا من الانشطه الموسيقيه المختلفه. الان على يساري هناك عدد من العروض الخاصه بالاضاءه وايضا العروض الخاصه بالموسيقى، استعدادا لانطلاق عدد من الحفلات الغنائيه. هذه العروض تاتي ايضا لتكون لوحه غنائيه فنيه موسيقية وأيضا تزيد من الأنشطة المختلفة الخاصة بمهرجان العالم عالمين. عودة إليك. أشكرك جزيلا رامي محمد من العالمين، كنت معنا على الهواء مباشرة.